بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أعزائي وطلابي، طلاب الصف الأول الابتدائي بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين. شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم إن شاء الله عندنا درس جديد، ودرس وايد 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 مهم وسهل. طيب، جاهزين حق الدرس اليوم إن شاء الله؟ تعالوا مع بعض نشوف شو عندنا درس اليوم. يلا بسم الله. درس اليوم عن أحد الأنبياء اللي هو سيدنا آدم عليه السلام. طيب، عندنا 3 أسئلة في البداية. أول سؤال يقول: من أول البشر؟ ثاني سؤال يقول: من أي شيء خلق الله آدم عليه السلام؟ طيب، السؤال الأخير: ما اسم زوجة آدم عليه السلام؟ زين، السؤال آخر سؤال لا علاقة بالسؤال اللي قبله. زين، أول سؤال وثاني سؤال هل لهم علاقة ببعض؟ من أول البشر؟ وثاني سؤال: من أي شيء خلق الله آدم عليه السلام؟ هل هالسؤالين لهم علاقة ببعض ولا ما لهم علاقة؟ تعالوا نشوف درس اليوم عشان نعرف هل في علاقة بين جميع الأسئلة ولا ما في علاقة بين الأسئلة. يلا يلا بسم الله. درس اليوم عن أبو البشر آدم عليه السلام. طبعا سيدنا آدم عليه السلام هو من الأنبياء، وخلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام من تراب. طبعا كلنا نعرف أن نبينا هو محمد صلى الله عليه وسلم. يجيني واحد يقول لي: يعني يا أستاذ، يعني من النبي آدم ولا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ أقول لا، أقول له اثنينهم أنبياء، لكن النبي اللي أرسل إلينا من هو؟ هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن سيدنا آدم أرسل إلى الأرض، ما كان فيها بشر ولا كان فيها حد. الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا آدم، أنزل سيدنا آدم من الجنة إلى الأرض. زين، ليش أنزل الأرض؟ ليش نزل حق الأرض؟ أنزل الله سبحانه وتعالى آدم على الأرض ليعبد الله تعالى ويعمرها بكل خير. طيب، سيدنا آدم لما نزل على الأرض وكان بروحه، من تزوج؟ الله سبحانه وتعالى خلق له زوجته اللي هي السيدة حواء عليها السلام، وهي أمنا. ليش هي أمنا؟ وليش سيدنا آدم هو أبونا؟ ليش مو بالرسول صلى الله عليه وسلم هو أبونا؟ ليش؟ الإجابة: لأن سيدنا آدم عليه السلام كان هو أول واحد على الأرض، والسيدة حواء كانت هي أول امرأة على الأرض، وأول اثنين تزوجوا كان سيدنا آدم والسيدة حواء عليهم السلام. فكان كل الناس اللي جو بعدين كلهم من ذرية آدم عليه السلام. يعني شنو من ذرية آدم؟ يعني سيدنا آدم تزوج السيدة حواء وصار عندهم أولاد، الأولاد هذين تزوجوا بعدين صار عندهم أولاد، والأولاد الثانيين تزوجوا صار عندهم أولاد، وتم هالشيء يصير لين يومنا هاي، لين يومنا. فسيدنا آدم يعتبر هو أبو البشر كلهم. طيب، عشان كذا يا شباب، البشر جميعا سواء، لأنهم أبناء سيدنا آدم والسيدة حواء عليها السلام. طيب، إذن عرفنا من هو أبو البشر. أبو البشر هو آدم عليه السلام. من زوجته؟
زوجة سيدنا آدم هي السيدة حواء عليها السلام. طيب، مما خلق الله سيدنا آدم عليه السلام؟ خلقه الله تعالى من تراب. طيب، ما كان سبب خلقه؟ ليعبد الله تعالى ويعمر الأرض بكل خير. طيب، شلون آدم عليه السلام نزل الأرض؟ أو ليش نزل الأرض؟ ها، حد يعرف ليش نزل الأرض؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم، كان سيدنا آدم في الجنة، كان قاعد في الجنة، والسيدة حواء كانت في الجنة بعد، بس ليش نزلوا الأرض؟ الحين بقول لكم، سيدنا آدم والسيدة حواء نزلوا الأرض لأنهم ما سمعوا كلام الله. زين، شلون يا أستاذ أنت قاعد تقول لنا هذا نبي والله سبحانه وتعالى خلقه وكان في الجنة، شلون ما يسمع كلام الله؟ أنا أقول لكم، سيدنا آدم عليه السلام لما الله خلقه، الله سبحانه وتعالى خلق الشيطان بعد، الشيطان كان في الجنة، اثنينهم كانوا موجودين في الجنة، لكن الله سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم من تراب وخلق الشيطان من النار. صح، حطهم اثنينهم في الجنة، لكن الله سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم قال له شيء، قال له يا آدم، كان في شجرة في الجنة، الله سبحانه وتعالى قال حق سيدنا آدم: يا آدم لا تأكل من هاي الشجرة، هاي الشجرة لا تأكل منها. فسيدنا آدم سمع الكلام، سمع كلام الله، وقعد في الجنة وما يقربها، ما يقرب على هاي الشجرة، على الشجرة. فجاء الشيطان وقال له، قال له: يا آدم، يعني أنت الله خلقك وحطك في الجنة، ايش حقه يقول لك ما تاكل من هالشرة؟ يا اخي كل منها، تونس، استانس، سوي اللي تبيه، انت في الجنة، سوي اللي تبيه، كل من هالشجرة، كل من اي مكان، كل اللي تبيه، سوي اللي تبيه، الله سبحانه وتعالى حطك في الجنة، يعني تسوي اللي تبيه. سيدنا آدم اول مرة قال له: لا لا يا اخي، لا، أنا لازم أسمع كلام الله، الله سبحانه وتعالى قال لي ما أقرب هالشجرة، خلاص ما أقرب عليها، ما يصير. تم الشيطان يلعوز سيدنا آدم ويوسوس له ويقول له: يا أخي لا، يا أخي اسمع كلامي، يا أخي صدقني، يا أخي أنت كل من اللي تبيه الله سبحانه وتعالى حطك في الجنة، يعني إيش تبي بعدين؟ فسيدنا آدم قاعد يفكر، وقال: والله كلامه صح. طبعا الشيطان اللي هو إبليس شيطان رجيم، قال: والله إبليس كلامه صح، يعني أنا الله أكيد يحبني، عشان شي حطني في الجنة، زين ليش ما آكل من هالشرة؟ بس أجربها. وقال حق زوجته: يلا خلنا ناكل من الشرة. وراح عند الشرة وأكل منها، كلام منها، ما سمع كلام الله، الشيطان لعب في راسه وخلاه ياكل من هالشجرة. فراح سيدنا آدم وزوجته وأكلوا من الشجرة، فالله سبحانه وتعالى غضب لأنه ما سمع كلام الله بسبب الشيطان. فالله سبحانه وتعالى قال له: يا آدم، خلاص، دام انك ما سمعت الكلام، انا بخليك تنزل الارض وتعمر فيها. يعني شنو تعمر فيها؟ يعني تبني الارض. فسمع الكلام سيدنا آدم، والله سبحانه وتعالى انزله هو وزوجته السيدة حواء عليها السلام، انزلهم الى الارض ليعمروها. وبعد ما نزلوا الأرض عاشوا فيها وأنجبوا أبناء، وكان من أبناء سيدنا آدم والسيدة حواء هابيل وقابيل. وبعدين إن شاء الله
في درس آخر بنكمل لكم قصة هابيل وقابيل، لكن حنا اليوم خلصنا درس أبو البشر سيدنا آدم عليه السلام وزوجه السيدة حواء عليها السلام، وإن شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم، فيديو يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله نكمل أو نعيد مراجعة سريعة على الدرس، وبعدين نحل التمارين إن شاء الله تعالى. يلا مع السلامة شباب، نشوفكم يوم الثلاثاء إن شاء الله.